انا يا شويه مريض مشيت لضرب ماسو في وجده ندير لي بره في السبيطار. واحد الفرملي يعني صاحبي قال لي دخل السي عبد الله مالك راك شويه مريض. قلت له ودي راني مريض، خلي البسكليته تما على طرف الحيط قبالة العيالات وروح ندير لك الابره. الفرملي جا تما دار لي الابره، انا جيت خارج قلت للعيالات فين البسكليته خليتها انا قبالتكم؟ قالوا لي يا ودي داها واحد الانسان. الما بذيك الغريبه اللي مشات للبسكليت كوما سيت نقول عليها، أرى سمعني ترى أنا اش غادي نقول دروك على هاد البسكليت. عبد الله صراحت لو قاسية قالت داه له باسكليت، جا هو يدير الإبرة خلاها على طرف الحيط، كان مشى يدير الإبرة كان مقابله الشفار، نطلب الصلاح حي ونايم يا ربي خلي له الدار. مشى يدير الإبرة كان مقابله الشفار، نطلب الصلاح حي ونايم يا ربي خلي له الدار. كان اداها القلعي وقال نبيعها في الناظور، سيدي ميمون راه واجد ثم هو يكتفو كيف الطور. سكليت ماشي ليا راها غام تاع الكراج، نطلب الصالح سيدي يحيى يطيح عليها وعظمه يعواج، نطلب ربي يدارك سيدا راها تشاهد وقاع الناس، يا ربي تيمه اللوط ويحظى عظمه مهرس تهراس. كان الدهان قادي ويقطعها للحداده منهيه، سيدي محيا راح حاضر رجال الله يا ودي يقبضوه. كان اداها الوجدي وخزنها في جنانات الشوك، سيدي عيسى راح عندي رجال الله يا ودي يهلكوه. عبد الله وين غيب شيخك العرج ياك مولا بغداد، راع الحمران تا تقبضون بغيبان في كل بلاد، راع الحمران تا تقبضون بغيبان هذا الشفار، رجال الله وين غبتوا علاش مفرطين في ذي المده. رجال الله وين غبتوا علاش مفرطين في ذي المده، عليه يا ودي ما غرتون بغيبان في كل صلاح. كان اداها الريفي ومن العروي للديري وش بالذات، سيدي يحيى فيك دافئ وما يطلقوش بول النخلات. كان اداها القلعي ومن زيو الحاسيب ركان، سيدي يحيى راح حاضي وما يطلقوش بول نشان. كان اداها يا ودي زكراوي الجرادة بلاد الشربون، يا نطلب سيدي حبل بن يوسف يقبضوه ذوك الجنون. كان اداها زناسني يا خويا ومنح فير زيد البركان، انا نطلب رجال الجبال قويا بغيبان فيه البرهان. كان اداها الوجدة وخزنها في جنانات الشوك، سيدي عيسى راه عندي رجال الله يا ودي يهلكو. كان مهيا ويداها لبلاد الصحراء وارض القيفار، انا نطلب فرس العنايا ارح للبيضاء حرقوا بالنار. سيدي احمد المقدر عبد الله ضياقت عليه، اياك انت يا بسرك ظاهر فارب ليك فرج عليه. يا سيدي احمد المقدر عبد الله ضياقت عليه، اياك انت يا بسرك ظاهر هارب ليك فرج عليه.
يا سيدي محمد الغريب راه معاه قاع السادات، نبغي اللي اخوانها يعيب ويشاهدوه المخلوقات. رجال الله وين غبتوا؟ حشمت الموتى وزدت الحيين، يا عبد الله فيه بهتا ضحكوا عليه كامل هذا الشينين. قالوا لي كنت غافل وانت يا وين كانوا عينيك، مول اليبرا قال غاوى الخلق شمت منين بالله عليك. عبد الله صرات له قاسية قالت داو له باسكليت، شاهو يدير اليبرا خلاها لا طرف الحيط، كان مشى يدير اليبرا كان مقابله الشفار، نطلب الصلاح حي ونايم يا ربي خلي له الدار. كان مشى يدير اليبرا كان مقابله الشفار، نطلب الصلاح حي ونايم يا ربي خلي له الدار. كان اداها القلعي وقال نبيعها في الناظور، سيدي ميمون راه واجد ثم هو يكتفو كيف الطور. بسكليت ماشي ليا راها غامتا عالقراج، نطلب الصالح سيدي يحيى يتيح عليها وعظمه يعواج، نطلب ربي يدارك سيدة راها تشاهدوا قاع الناس، يا ربي تيمه اللوط ويحظى عظمه مهرس تهراس. كان الدهان قادي ويقطعها للحدادة من هي، سيدي محيا راح حاضر رجال الله يا ودي يقبضوه. كان الدهان وجدي وخزنها في جنانات الشوك، سيدي عيسى راح عندي رجال الله يا ودي يهلكوه. شيخك العرج ياك مولا بغداد، راع الحمراء انت تقبضون بغيبان في كل بلاد، راع الحمراء انت تقبضون بغيبان هذا الشفار، رجال الله وين غبتوا علاش مفرطين في ذي المدة. رجال الله وين غبتوا علاش مفرطين في ذي المداح، عليه يا ودي ما غرتون بغيبان في كل صلاح. كان الداها الريفي ومن العروي للديري وش بالذات، سيدي يحيى فيك دافي وما يطلقوش بول النخلات. كان الداها القلعي ومن زيو الحاسي بركان، سيدي يحيى راح حاضي وما يطلقوش مولا نشان. كان الداها يا ودي زكراوي الجرادة بلاد الشربون، يا نطلب سيدي حبل بن يوسف يقبضوه ذوك الجنون. سنة يا خويا ومنح فير زيد البركان، انا نطلب رجال الجبال قويا بغيبان فيه البرهان. كان داها الوجد وخزنها في جنانات الشوك، سيدي عيسى راه عندي رجال الله يا ودي يهلكو. بلاد الصحراء وارض القيفار، انا نطلب فرس العناية ارح للبيضاء حرقوا بالنار. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.